على طفولي، انا جنيت على بنتي، مو بس على بنتي، بنات اللي هناك في البحرين كلهم برقم كذي، انا امهم. اتصلت فيها كانت الحين بيطلعوني، بس قالوا لا مو بالسيارات، وهذا حق، لان الله يحفظ شباب المعتصم الدار، هم اللي حافظوا علينا. سووا مثل الدرع البشري عشان يحموا المعتصمين، ومن حقهم سكروا الشارع، سكروا السيارات، خلوا بس ما تروح المستشفى. حتى بنتي كانت السيارة، قالت انا شربتي يمنى، قال لا امان خليك تروحي مشي. ورافقنا واحد للشرطه، لان كلش احنا مسافه كم خطوه. انا عويل الحريم، اول الحين مو قادره انا اشوف متى جيت، ليه الصفارات الاسعاف ما سكتت من الصبح ل 11 بالليل. سفارتنا وينها؟ سالت عنا، قالت وين شعبي؟ كل هذا بقوله والله يشهد، عشان بيتكتمون ان البحرين اجمل ما يمكن يوم الاحد، وانه ما قاعد يصير شيء. انا موظفه 16 سنه مجلس امه، رئيسه مكتب لجنه الميزانيات، وعندي علاقاتي. اتصلت على زميل بالكويت، قلت له الحق، انا ما اتكلم عن نفسي، عن بنتي، بنات للطالبات برقبتي. لو ما هو اتصل، واشكر من هذا المنبر الدكتوره معصوم مبارك، هي تدخلت وعطت رقم السفاره رقمي، اقول له وينكم؟ ما سالت، يقول والله في بعض الطالبات هم اللي بتطلبوا ان يردوا الكويت، كانه ما في شيء. قلت له انا الحين برجع، بس ما اقدر اطلع. يقول لي خلاص حجزي واخذي تاكسي روحي. اقول له بالليل انا بنت وروحي، شلون اخذ تاكسي بروح الحين؟ قلت له زين احجز لي. قال اتصلي فيني الساعه 10 الصبح يوم الاثنين، شوف اذا في طياره، الا الدنيا طايره برزاقها. اتصلت على ريلي، قالوا في طياره الساعه 8 ونص على الخليج، حجز فيني. زين ابي سياره، ابي تاكسي. مع اتصالات جاوا لنا سياره 12 بالليل، مرينا على كم طالبه. انزين رحنا الفندق، يروح الفندق يقول لي انت دفعي فلوس بعدين احنا نعطيك الى حمايه. شلون؟ يقول له مع الريسبشن عطني اي شيء، بس اثبت لنا السفاره. يقول لا انت الحين اتفق، ويدفعوني 300 دينار بحريني. وقالوا حق باقي الطالبات ترى في طياره، تعالوا نشوفكم بالمطار الساعه 7. نروح ولا قطو، ولا احد من السفاره، واضطروا البنات يحجزوا على حسابهم، وخذيتهم وردينا. هذا احنا شعب الكويت، هذه المعامله. يقولون الدوار بلطجيه، ما حد حمانا غير شباب الدوار. اتقوا الله من هالمنبر، انا اشكر صحتك. الله مختار، انه ما دز جيش، احنا ذكنا اللي صار فينا بالغزو. لا، هذا دوله عربيه اسلاميه العراق، وهذا دوله عربيه حاميه الحرمين. كنت اتمنى تشوف هالجيوش وهالدبابات لما يرفع ايده من الانتصار، انه داخل القدس يحررها، داخل غزه يرفع الحصان، ما يتموت شعب.